حاشا مكتب تأجير سيارات ذا مو موقف استراحة. بعدين أساسا من ذا اللي موقف قدام استراحتنا؟ أصلا يا عيال السيارات ذي غريبة، أول مرة أشوفها بذا. لو سمحتي. خير. هذه تبعكم السيارة؟ إيه ذي تبعنا وذي بعد تبعنا، ليش عندك؟ شايفكم تمونون واقفين قدام استراحتنا. عفوا بس المواقف باسمك؟ لا مو باسمي، بس ما تشوفين؟ الاستراحة ذي رقم 5. وذي استراحة رقم 4، استراحتنا. ما شاء الله جيران يعني. أهدى 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 أهدى. منزل مبارك. أهدى أهدى. خلاص. أهدى أقول. الحين وش علاقة استراحتكم هنا توقفون هنا؟ وش دخلك وين نوقف؟ بعدين هذه المواقف للاستراحات كلها. يا أختي الكريمة هو قصده إن السيارات تقف بذا. ترى بدي ولا متقدمة مواقف السيارات شيء مقدس عندهم، مثله مثل الميزان الخاص بك، مو كل من هب ودبجة لبت. يا ابن الحلال أي دول متقدمة أنت قافلة معك لأن سحبت عليك. يا واد لو أنا في مكانك ما أسيب الموضوع يعدي كذا، رجال كبير وشنبك في وجهك. أي شنب؟ شنبك إنه شنب نامق اللي بعدنا نولينا. والله لو أحطها براسي ما تعين لخير. حطها براسك خلنا نشوف شو بتسوي. ورا ما تشرب زين لا ألطمك بقفة يدها نثر سولك بذاك. بس يا ولد بلا بهللة، فينك على المزمزيل؟ زي الدجاجة قاعد. اللي عيال وين ياسر؟ ما أدري. يا بنات سنابات ريماس صايرة مرة تجنن، خصوصاً فقرة الطبخ، يا عليها ورق عنب مو طبيعي. اي والله يا بنات تحسون كذا طعمه طالع من الشاشة، تحسون كذا في لسعة حموضة على شيء سبايسي، شيء للآخر. الحين ورا ما واحدة منهم تفك الاير دروب وتريحني من هالوقفة. لا والله معليش صراحة ما أحب طبخ هذاك الزوج، أوكي شاطرة في الإخراج والزوم ذا حركات، لكن إذا على الطبخ ما من نفسها بتخذيها من عندي يا حبيبتي. لا والله حرام عليك، على الأقل عندها محتوى مو مثل غيرها، توتوريال ميك اب، ماسكات، خرابيط. والله من السوالف الخاطرة بعد. صدقوني يا بنات عاد، كل ما طلبت ماسك من موقع جديد خرب لي بشرة زيادة، عجزت ألقى مكان فيه ماسكات مناسبة. على طاري الماسكات تخيلوا بنات أنا طالبة ماسك طين هندي من شهرين، لا رجعوا لي فلوسي ولا جابوا الطربي. طب وشو لا تطلبين من الموقع؟ أصلاً في محل شرق الرياض عندهم كل الماسكات اللي تطلبون. وين وين؟ دلينا عليه. طب خلاص شوفوا يوم كذا وأخذكم. لازم. أنت ما تترك حركات التميلح عنك. إيه جتني مكالمة مهمة وزي ما أنت عارف الخيمة ما فيها شبكة. إيه صادق الخيمة فيها عوازل. أبو تصريفتك البايخة يا شيخ. وش تبي أنت؟ أنت اللي وش تبي؟ أشغلت خلق الله. أترك عنك حركات المراهقين ذي يا ياسر، إلى متى؟ إلى متى؟ شوف شنبك وش كبرة، شوف لحيتك، عيب عليك يا أخي، أنت ولد حمولة طيبة ورجالة نجودي، ترى بحلك موس ها؟ عقل، أكبر يا أخي أكبر، إلى متى أعلمك أنا؟ ترى إذا ما عقلت بسحب جوالك. لا خلاص. أوكي؟ أوكي. العيال مشتهين كبسة، تعال قطع مع الدجاج. يلا. أبوك الداشر خمس قدام. أنتم نادين أحد بنات؟ لا ما نادينا أحد. أكيد ملك طلب أكل. يا قلبي لا والله ما طلبت شيء. طب دقيقة بقوم بشوف مين. بيشوفك. نعم خير إن شاء الله. مي وين ها؟ خلني من مي الحين، وش ذا الطق كسرت علينا الباب؟ تستهبلين أنتي؟ ولا شكل مي بعندكم اتجاه تغطين عليها؟ وش اللي استهبل وش اغطى عليها؟ نعم خير وش تبي؟ اقول اختي مي وينها؟ اها الحين انت اخو مي؟ سبحان الله الله خلق وفرق. دقيقه الحين بناديها لك.
يعني قلت الاستراحات ولقيت تسيطرون لهنا؟ ما تقدرون تجيبكم شباب؟ وانا وش دخلني فيهم يا نواف؟ انا والبنات هنا في استراحتنا وحالنا حال انفسنا. لا يا شيخه واخري بس خليني اشوف شكلك قدام. سلامات سلامات صديقاتي. نعم مشواش عبد الاب. ليش فيك خفتي؟ في شيء؟ اعترفي. تراك مريض وغثيث ومفشلني. والله توني ادري اللي يخاف على اخته ويكون حريص عليها يسمونه مريض. العموم تأكد لو في شيء مستخبي عني مصيره مع الوقت بيظهر ويبان، اوكي؟ وعلى العموم ترى كل شيء سويته بقول للماما. اصلا امي تدري، وبالعكس فخوره فيني اني اخاف عليك واكون حريص عليك. انقلع. ايه سلامات يا عيال. الطبخه اذا كثروا طباخين خربت. يعني ذي حكمه المفروض؟ لا 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 تبهر الحين يا ابن الحلال. انت قايل حط الملح والبهارات سوا. ايه بس مو بالحين. اركض يا عيال ايش فيكم؟ خلاص استريحوا انا وصالح بنضبط الكبسه. وي وي يا قروه كبستنا مره حلوه. 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 الكبسه هي طعمه هي لذيذه هي بالمره هي. يا اخي اثبتي لا تتحركين. ما تحركت انت اللي يدك تهتزي. بنات بلا استهبال، هذه ثالث مره عيد سنابه. بنات تشمون ريحه الطبخ؟ هي اكيد السملق اللي جنبنا. ام العيال هي من غيرهم ما حد يحط بصل هالكثر الا العيال. عيوني قامت تدمع والله اني يعني اشتهيت كبسه بعد. خلي الشغالة تطبخ لنا. أقول عنك أنت تاني الشغالة بعد تقطع بصل كم الراسس وبعدين غاز ما فيه الله يسلمك شلون تطبخ؟ أسلم ما شاء الله. ها سموا يا عيال يلا. هو شطة مهبول أنت مخلي الصحن وتاكل من قدر حكاكة. إيش عرفك يا أبوي الحكاكة دي أحسن من الكبسة. أنتم نادين أحد؟ لا قل ما افتح الباب يا كفته. وليش انت ما تفتح الباب؟ انا جوعان. احول سامي ايش بغيتي؟ ابد والله الغاز قضى صراحه ودبه الغاز ثقيله. طيب وش اللي طيب؟ العامل يقول ما يقدر يشيلها من جوا وحنا بنات ما نقدر. انت مستراح اربعه؟ ايه دامكم صديقات هذه ما والله اعاونكم. اقول يا حيف على الرجال بس. يا شيخ روحي بلا حيف بلشتها. مالك عليك بعد مالك. سلامات وش في؟ لو سمحت اخوي ممكن تساعدنا؟ اساعدكم؟ ايه. اوف 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 اتحداك الاستراحه البطله. عندكم مظلات يجيكم مطر هنا. شرفك انت هذه زينه وحركات. انا ما اشوف الا برمضان بس. عاد تصدقين استراحتكم اقوى من بيتنا. لا حول قل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ايه وين مدرعم؟ نانسي معكم؟ ايه قلتني كده. وش رايك؟ ما شاء الله حلوة. اقصد كم قطتكم؟ 5000. هجري ولا ميلادي؟ ضحكتنا. ذي معكم؟ ايه طال عمرك معنا. وليش جايبينها شبهة؟ والله مش شبهة اللي انتو طاقيتك ذي. كيفكم؟ انا جايكم ناصح. 5000 5000 5000 خمسة خمسة يعني خمسة بخمسة 25. ترى انا شاطر بالحساب اعجبكم. يعني كثير واجد 25000. من ذي اللي زرفتكم؟ 5000 هذه بس تأسيس. قطتنا تبدأ من 3 3 يناير. لا فبراير. اتحداش يا شيخة. اخلص علينا. هذه معكم؟ اي معنا. حرام عليكم جايبينها من الدخل. كان أخذت لها استراحة في الشفا في الحزم. في بنات كثير هناك يحتاجونها. غثيث نفس طينة نواف. نواف؟ من نواف ذا؟ أقول اقعد بس مسوي محرمنا أنت. نواف اخو مي. اخو سنتي. اي اخوي. طيب مدام عند سخو ورا ما خليتيه هو يشيل دبه الغاز تشغلين خلق الله وتنادينا. اسمع تراك كثرت علينا الحين بتساعدنا ولا توكل؟ لا 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 بساعدكم. وين المطبخ؟ هذا المطبخ. طب عادي تجين توريني اياه؟ انا بوريك اياه. يلا همشي ابو حمود.
هلا والله بالعيال. ادخل ها روح ادخل. امشي يا ابن الحلال. يلا امشي 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 امشي. والله انه خفيف دم. خفيف دم يا ولد. اثقل اثقل. انا ما بزيل هذا دبا الوان، انا اسيل سمسم هذا دبا برتقالي. انت معلوم ولا ما في معلوم؟ هلا معلوم وهو صادق، وراكم مشخبطين عليها، كان خليتوها مثل خواتها برتقاليه. بموت بنات، الحين صار لي شهر ارسمها وذا يقول شخبطه. لو سمحت هذا فن تجريدي عشان لا ينكسر له مطبخنا. انا اللي بينكسر ظهري، وش دخلني انا فن تنجيدي ولا مو تنجيدي؟ تجريدي الزبده، ظهري بينكسر. خلاص خلاص بنات، ما له داعي كبسه، بنطلب من مطعم. كل هذا علشان كبسه؟ كان قلتولي من الاول.